أسعد الله صباحكم بكل خير. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات رعدية من الأمطار خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. توقعات الجوية للعاصمة الرياض نهار اليوم: يسود طقس مستقر غائم جزئيا 22 درجة مئوية، الملموسة 21، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم: نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 17 إلى 8، نفس الحرارة في عرعر، تبوك 20 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة أتربة مثارة 23 إلى 14، جدة تهب عليها رياح الصبا المثيرة للأتربة والغبار 33 إلى 23، مكة المكرمة 32 إلى 19 مع أتربة مثارة، والطائف 20 إلى 11 درجة مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية الغربية حتى تتأثر بحالة من عدم استقرار جوي، الباحة زخات رعدية من الأمطار 16 إلى 9، نفس الأجواء في أبها 18 إلى 10، وجازان زخات من الأمطار 27 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 24 إلى 14، حفر الباطن 20 إلى 11، والإحساء 24 إلى 12 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، حائل 14 إلى 7، بريدة 17 إلى 9، والرياض 22 إلى 11 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا. نهار سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.